Hello everyone and welcome back again to another video. This is Mohammed Najim and today I am going to talk about page 6 which is in your book the first page and I am going to teach you how to speak like me. So please pay attention whatever I say. اهلا وسهلا بكم طلابنا الابطال الغوالي حياكم الله احنا وياكم ان شاء الله راح نبدا بالحلقه الاولى وهي طبعا راح نشرح اول صفحه وراح احاول اخليك تحكي مثلي انت مو تعاني من اللغه الانجليزيه انت مو دائما تخاف من اللغه الانجليزيه خاف تقلل معدل اكيد اكو طلاب شطار ابطال هذولا هذولا هيك هذولا تاج وباج كلكم ان شاء الله راح يصيرون تاج وباج وياي اللي اريده من عندك خليك بمكان هادئ زين عني واسمع وكرر وياي راح احاول احسن نطق مالتك تحاول تحسن لغتك الانجليزيه والكلمات الغريبه نحاول نحفظها اني وياكم وان شاء الله القواعد ايضا راح ناخذها بالمحاضره القادمه راح نشرح لكم القواعد ولكن احنا مو بس نريد قواعد يعني تعلمنا قواعد طيب والباقي تعال وياي. هاي القطعه اول او هاي المحادثه هي موجوده بالكتاب عندنا في صفحه 6 هسه هذه المحادثه يعني هل ممكن تجيك بالامتحان؟ يعني بالغالب هي ما تجيك ولكن هي تفيدك، حاول احنا نحسن لغتك، نشرحها، نفهمها، بها كلمات جميله، بعض الجامع بعض المدارس عفوا ياخذونها. بعض المدارس ياخذونها عادي يعني يطالبون بها. يعني مثلا يجيب لهم من عندهم كلمات او الى اخره. السؤال او العنوان القطعه يقول: "Why are you writing to your mother?" تبين مزيان. كلمة واي معناها لماذا؟ كلمة مهمة وهواي تفيدك بالقطع الخارجية وقطع الكتاب كلش تفيدك راح تفيدك أيضا بالسادس إعدادي إذا واي شنو معناها؟ واي لماذا؟ يلا وياي يلا وياي حضر حالك يلا خلينا نعيد باللفظ على مود نحسن نطق مالتنا معناها لماذا أنت تكتب إلى والدتك؟ طيب يور يعني خاصتك أنت يور ماذر يعني أمك يور فادر يعني أبوك يور بوك يعني كتابك طيب هاي يور شنو معناها؟ معناها خاصتك خاف ما تعرفها يلا وياي Why are you writing? يلا. Why are you writing to your mother? طيب هنا كلمة mother ركزوا لي عليها. اخوان كلمة mother اغلب الطلاب ما يعرف يلفظها، فشي يقول؟ يقول mother غلط. اللفظ الصحيح لها يا اما تقول لهجة أمريكية mother -er. طبعا الأر r لما تري تنطقه mother الآر r اللسان يكون به مقوس ما يلامس سقف الفم لما تنطقه يعني مو تقول mother غلط هذه غلط mother er. طيب او تلفظ اللهجه البريطانيه وانا احب اللهجه البريطانيه صراحه يو ماذا 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 بالاخير احب العربي شلون نقول ماذا ماذا بس خفيفه يو ماذا يلا وياي يلا وياي يعني يلا خلينا نعيدها مره ثانيه why are you writing to your mother to your mother to your mother الى والدتك تعال يا يعني. يقول هنا listen and read يعني اسمع واقرا حرف ال r مو اسمه read غلط الشفاه تكون دائريه لما تضغط مدور read 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 مو read read يلا listen and read يعني اسمع واقرا عندنا محادثه ما بين شخصين وهو فريد واليكس طيب راح نبدا فريد why are you writing عيد يا على حسن نطق مالتك يلا why are you writing to your mother, to your mother. هذا سؤال قاعد يسال فريد انت ليش قاعد تكتب الوالدة why are you writing to your mother انت ليش قاعد تكتب الوالدتك؟ تعالوا يا يعني. طيب شو يقول هنا فريد؟ يقول You live انت تعيش in the same house انت تعيش بنفس المنزل You, you live in the same house and you see her every day and you see her every day every day. يعني انت ليش تكتب لوالدتك انت تعيش في نفس المنزل and معناها و بالعربي وانت تراها كل يوم and you see الهير للمؤنث see her تراها every day كل يوم طيب راح يجاوب اليكس I know نعم ادري I know معناها اعرف كلمه مهمه اذا ما حافظها ضروري هسه تحفظها شلون تحفظها من خلال الكتابه وانا مسوي فيديو كامل شلون تحفظ الكلمات نو no, يعرف بالانجليزي وبالعربي ضروري تشوفوا الفيديو but but it's a mother day tomorrow لكن إنه 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 عيد الأم عيد الأم أو يوم الأم يعني day أو mother day معناها عيد الأم إحنا نقول عيد الأم tomorrow غدا I know but it is a mother but it is mother day tomorrow يلا ويا عيد طيب I know but it is ماذا داي تمور انا اعرف بس هو عيد الام غدا لذلك انا لازم اكتب له يقول فريد tell me more about it اخبرني اكثر عنه يعني سولف لي عنه tell me اخبرني more اكثر about it بخصوصه او عنه طيب أليكس well it is a day انه يوم in the spring بشهر الربيع when you say thank you your mother عندما تقول شكرا لوالدتك for everything لكل شيء لكل شيء most people العديد من الناس أو أغلب الناس give يعطون أو يعطون يعطي their mother لأمهاتهم a card and present بطاقة وهدية يعني هدية هدايا وإلى آخره الى الام. زين يعني فهذا هو المحادثه، تعالوا وياي. اجا فريد، فريد ما يعرف شنو القضية. فريد قال Really؟ صدق؟ Really حقا؟ طيب، وات have you got? What have you got for her? For her. What have you got for her? يعني ماذا جلبت لها انت؟ انت جبت لها وياك؟ وات هاف يو جوت فور هير؟ اخوان انتبهوا علي زين ضروري تعيد وياي على مود يتحسن النطق مالتك. اليكس قال 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 اليكس فلاورز زهور اند chocolates وتشيكليت احنا نقول عليه تشيكليت فريد is there a poem هل هنالك قصيده؟ is there a poem in your mother day card؟ اكو قصيده بيها مكتوب بيها قصيده هاي 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 الهديه اللي انت جبتها؟ اكو؟ طيب جاوبه اليكس يس نعم listen to this استمع هذه طيب on this special day I am writing to you you are the best mother in every way يعني يقول في هذا اليوم الخاص on this special day في هذا اليوم الخاص I am writing to you. أنا I am writing to say أكتب لكي أقول you are you are the best mother. أنت أفضل أم in every way. يعني أنت أفضل أم على الإطلاق. هيك. فري that's nice. فري جاوب قال له wow, واو that's nice. يلا قاي عيد Wow واو that's nice. That's nice. You are the best. You are The best mother every day uh, away. That's nice. That's nice. Yalla. Alex, don't you send Mother Day cards in Iraq? Alex, don't you? Don't you? Don't you? Don't you? Don't you? send mother mother day cards send mother day cards send mothers day cards in iraq قال هنا الستم او الست او الا ألا ترسلوا هدايا الام او بطاقة هدايا الام في العراق يعني ما عندكم هذا الشيء انتم بالعراق أليكس أجنبي وفريد عراقي طيب فريد يقول أي you هل أنت تمزح أو أي Are كلمة مهمة ركزوا عليها كلمة سيند يرسل مهمة يلا حط دفترك وقلمك وقف في الفيديو واكتب سيند يرسل سيند يرسل بالعربي اكتبها على تتذكر سيند يرسل يلا وياي يلا سند يرسل سند يرسل سند يرسل send, يرسل يلا يا غوالي طيب وي send a birthday card قال فريد وي send a birthday card يعني احنا نرسل بطاقات او هدايا أعياد الميلاد and عيد cards وهدايا العيد but we never but we never send mother's day card. We never send mother's day card. بس احنا لكن وي نحن never send لا نرسل ابدا هيجي يعني. ما نرسل هدايا عيد ميلاد الام. او هاي الهدايا الام. طيب اليكس Where are you going فريد Alex Where are you going فريد أنت وين راح تروح Where أين You going You يذهب وأين أنت تذهب أو أين أنت ذاهب فريد أليكس سالة To buy a mother day card for my, for my mom لكي أشتري To buy a mother day cards لكي أشتري بطاقة عيد الأم For my mom لأمي she is also the best هي أف... هي أيضا الأفضل to buy لكي أشتري a mother day card بطاقة عيد الميلاد for my mom لوالدتي she is also the best هي كذلك الأفضل also معناها أيضا أو كذلك طيب خوان mother day cards يعني بطاقة عيد الأم أكو معلومة حلوة جميلة جدا لازم تتعلمها أنت راح تروح سادس إعدادي يا اخي خليك قوي باللغه الانجليزيه، والله العظيم اذا رحت للسادس اعدادي وانت اساسك ضعيف الا تنام نومه بالسادس بعد ما تطلع من عندها لو يجي مدري منه قوي نفسك منها هسه هاي فرصتك. الان اكو ملاحظه جميله اخوان، شوف باللغه الانجليزيه دائما الصفه قبل الموصوف. يعني انا اذا اريد اقول ولد قصير اقول شورت شورت بوي، يعني ولد قصير شورت بوي. اذا اريد اقول قلم احمر اقول red pen شوف الصفة تجي قبل الموصوف مو هذا الاسم غير انا لازم اقول هسه صارت احمر قلم مو قلم احمر نعم باللغة الانجليزية بالعكس نقول احمر قلم احمر قلم يلا هذا هذا لك اريدك تقول لي كتاب كتاب صغير يلا شلون نترجمها يلا كتاب صغير اكتب ليها بالتعليقات الان عندنا تمرين جميل على هذا القطعه تعالوا خلونا نحله الان عندنا تمرين بي هنا تمرين اي مو مهم يقول استمع وكرر واحنا هذا الشيء انا علمتكم عليه مثلا اي نو اني اعرف فيلي really, حقا هذين الكلمات يعني يريدك تحفظها لان راح تقوي لغتك راح تخليك تفهم القطعه الخارجيه راح تخليك تحفظ الانشاء بكل سهوله لان انت عندك لغه مو منطق يا اخي تريد تعلم لغه انجليزيه وانت ما حافظ كلمات هاي فرصتك طيب الان عندنا اذن الكلمات ذكرنا حفظ مهمات طيب I know أنا أعرف listen to this استمع إلى هذا are you joking هل أنت تمزح really حقا that's nice هذا لطيف كلمة repeat معناها يكرر أيضا مهمة كلش تمرين بي يقول سوي ليها صح أو خطأ mark the sentences about Alex and Farid. هاي صح وخطأ على أسئلة فريد. يقول Alex is writing a card to his mother. يعني Alex قاعد يرسل رسائل لوالدته. الجواب صحيح. Alex هو اللي كان يرسل رسائل إلى والدته. الثانية it is her birthday. إنه كان عيد ميلادها. إنه كان عيد. It is her birthday. لا. False. ليش مو عيد ميلادها؟ he has bought her flower and uh, and عفواً false it is another day next day هو ما كان أصلاً عيد مي هو ما كان مو كان يوم ميلادها لا هو كان يعني يوم الأم اللي إحنا نسميه عيد الأم فهو مو عيد ميلادها يعني عيد ميلاد أم فريد أم أليكس أو أم فريد لا طيب النقطة الثالثة يقول أليكس أليكس hasn't got a present for his mother. كلمة present معناها هدية. Alex لم وتجي بمعنى مضارع لما نقول present simple. طيب Alex has got يعني Alex لم يشتري هدية لوالدته. لا الجواب غلط. False. اشترى لها هدية. مذكرنا اشترى لها إزهار وشوكليت. يقول فريد از Iraqi. نعم فريد هو عراقي. الخامسة فريد never send cards. خامسة يقول فريد أبد ما يرسل هدايا، الجواب غلط، فريد يرسل بعيد الأم يرسل بعيد يرسل بعيد الميلاد ويرسل أيضاً بالأعياد، يعني هو يرسل بطاقة، بس هدية بعيد الأم ما كان يرسل. من شاف هذا الشيء عجبه وقام يرسل. طيب. السادسة فريد wants to buy a card for his mother. يعني فريد أراد أن أراد أن يشتري أيضاً هدية بطاقة. او هديه الى والدته والجواب صحيح ايضا هو راد يشتري هدايا اخوان هاي القطعه هل هي مطلوبه ومطالب بها ما هذا الشيء ابو المدرسه يحدد لك غالبا يكون مطلوب بس اكو مدارس يقول لك لذلك اذا استاذك يريد اقرا استاذك ما اريد احفظ الكلمات الغريبه اللي ما تعرفها انت وافهم لي على متطور لغتك وتحسن امورك. المحاضره القادمه راح ناخذ القواعد تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.